قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. حتى لو اجتمعوا، والذباب من أحقر وأصغر الحشرات. بل قال عز وجل مبينا ضعف هذه الآلهة: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال بعض المفسرين: الطالب هو العابد والمطلوب هو المعبود، فكلاهما ضعيف.